السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح إن شاء الله grammar unit 2. grammar unit 2 للصف السادس. هنكتب عليه unit 2 عشان تعرفوا. unit 2. طيب اسمها الجرامر اللي هناخده النهاردة اسمه food quantities. food quantities اللي هي أوعية الطعام، يعني الحاجات او الاواني اللي احنا بنحط فيها الطعام. كل حاجة لها حاجة بنحطها فيها، فلازم نعرفه. احنا كمان عارفينها بالعربي، يعني مش محتاجين ان احنا نحفظها. بيقول التعبير عن كميات الطعام، نذكر وحدة التعامل او الوعاء الذي يوضع به، ثم حرف الجر of للاضافة، ثم اسم الطعام كما يلي. يعني مثلا اقول bottle of زجاجة من، ممكن اقول زجاجة مية، زجاجة لبن، a bottle of water، a bottle of milk. لازم ابدأ قبل bottle احط ال a، وبعد bottle احط of، a bottle of، واقول اسم الحاجة a bottle of water، a bottle of milk. طيب a can of lemonade اللي هي علبة صفيح من الليمون. a can، ممكن اقول a can of cola لان الكوكولا برضو بنحطها في علبة صفيح. a can of lemonade. عندي كمان a slice of اللي هي شريحة من، ممكن اقول شريحة من اللحم البقري، ممكن اقول شريحة من الديك الرومي. هقول a slice، a slice of a beef، a slice of turkey، a slice of beef، a slice of turkey. طيب عندي قطعة من فطيرة التفاح، ممكن اقول a piece of apple pie، a piece of apple pie. طب قطعة تانية اللي بيتقطع زي الفطيرة كده مثلثات ايه، ممكن اقول a piece of pizza، pizza. a piece of cake، ممكن برضو اقول دول قطعة من الكيكة او قطعة من الايه البيتزا. طيب عندي كمان a bowl of chicken soup، يعني سلطانية من شوربة الدجاج. a bowl of chicken soup، سلطانية شوربة الدجاج. a glass of بقى، a glass of ممكن تجيلي a glass of water، كوب من الماء. a glass of milk، كوب من العصير، كوب من اللبن. a glass of orange juice، يعني كوب من عصير البرتقال. طيب عندي كمان a cup of فنجان من، اقول a cup of coffee، a cup of coffee، a cup of coffee، a cup of tea، فنجان من القهوة، فنجان من الشاي. a cup of coffee، a cup of tea. عندي رغيف من الخبز، اقول ايه a loaf of bread، a loaf of bread. فلازم احفظ كل حاجة بنحطها في اي وعاء، كل حاجة لازم نحفظها نعرف هي بتتحط ايه في اي وعاء. طيب تعالوا نشوف تاني حاجة، هنقول how much و how many. how much دي بسأل بيها عن الكمية، كم الكمية. اما how many، how much اهي، how much دي بنسأل بيها عن الكمية. how many بسأل بيها عن العدد. how much بنذكر بعدها اسم كمية، وهي أداة استفهام بنسأل عن الكمية، أي أشياء لا تعد. ويتكون السؤال ب how much في الماضي كما يلي. هنشوف السؤال بتاعها دلوقتي، بس نشوف how many الأول. طيب يبقى ال how much دي بيجي معاها أشياء لا تعد. زي إيه الأشياء التي لا تعد؟ زي السكر، الزيت، الرز، السمنة، الزبدة، اللبن مثلا، يعني الحاجات ايه اللي ما ينفعش نعدها دي. طيب how many دي بيجي وراها اسم جمع، وهي أداة استفهام بسأل بيها عن العدد، اي اشياء يمكن عدها، والسؤال في الماضي بتاعها بيكون how many. تعالوا نشوف بقى هنا how much، how many بيجي وراها ايه. بيجي وراها فعل او اسم الشيء اللي بنسأل عنه، بيجي وراها اسم الشيء اللي بنسأل عنه. بعدها بيجي did، بعدها فاعل، وعرفنا الفعل هو subject I we you they وكل الفعل ده فعل بدون اضافات. يجي بعدها فعل ما فيهوش اي اضافات، ولا نحط له اي دي ولا اس ولا اي ان جي. وبعد كده باقي السؤال بتاعنا. تعالوا نشوف example. how much bread، هنا ما كمية الخبز. did he have for lunch، هو ما بيقولش الارغفة، هو ما بيقولش. لو سألني عن الارغفة هنا how many، لان الرغيف اقدر اعده، لكن هنا بيسأل عن كمية الخبز اللي هو تناولها. how much bread did he have for lunch، ما كمية الخبز التي يتناولها على الغداء.
طيب لو انا عايزة بقى اتكلم ب how much, how many loaves of bread did he have for lunch, كم رغيف هو اكله, كم رغيف من الخبز هو اكله على الغداء. الإجابة للاثنين هتكون واحدة, تكون نفس الإجابة. Well, he had three loaves of bread. هو تناول ثلاث رغيفة من الخبز. He had three loaves of bread. طيب تعالوا نكمل اللي بعدها. هنا بقى بيقول لي إيه. How many bottles of water did she buy? كام زجاجة من المية هي اشترتهم؟ هنا عندي كلمة did. ما دام في did يبقى لازم الفعل اللي انا هستخدمه يكون ماضي. She bought three bottles of water. Three bottles of water, هي اشترت ثلاث ازايز من الماء. طيب how much water did you have? ما كمية المية اللي انت تناولتها؟ قال ايه, I had one bottle of water. I had one bottle of water, تناولت زجاجة واحدة. طيب تعال نشوف اللي تشوز بقى الاختيارات بتاعتي. بيقول نقط glasses of orange juice did she have. انا عندي glasses اللي هي الكوبايات, اقدر اعدها, اقدر اعد الكوبايات. فانا هستخدم ايه؟ هستخدم للسؤال how many عشان دي بنعرف ايه, بنعرف نعدها. فانا هستخدم how many. طيب هنا she will have a nut of tea. الشاي بنحطه في ايه؟ الشاي بحطه في فنجان او a cup of tea. she will have a cup of tea, اخترنا cup. طب هنا بيقول circle the odd one, هنختار المختلفة. salad, glass, bottle, bowl. عندي اربعهم, سلطة وهنا كوباية وزجاجة وبولة. طبعا السلطة هي اللي مختلفة, بختارها, بنعمل عليها دائرة سيركل كده وبشوف الباقي. دي كوباية ودي ازازة ودي سلطانية, يبقى احط حاجة من المطبخ او حاجة من الاوعية. فكتبنا ايه؟ كتبنا كب. طيب عايزين ريارينج, نرتب. قلنا عشان نعرف نرتب صح لازم اكون عارفة ترجمة الكلمات الاول, ارتبها بالعربي وبعد كده بالانجليزي. تمام, هاف يعني اتناول, ماتش كمية, علا دي اسم, هاو كم, ديد دي بتيجي بعدها, وماتش, وكوفي القهوة, كوفي. يبقى اقول ايه؟ ما كمية القهوة التي تتناولها علا؟ كمية القهوة اللي بتتناولها ايه؟ تتناولها علا. هقول هاو ماتش كوفي ديد علا هاف. هاو ماتش كوفي ديد علا هاف. هاو هي مش هتكفي, هاو لا بلاش نكتبها عشان مش هيكفي المكان, الكتابة تقيلة. هاو ماتش كوفي ديد علا هاف. سهلة ما فيهاش اي مشكلة, بس اهم حاجة احنا نحفظ ايه؟ اهم حاجة نحفظ الاوعية, كل حاجة بتتحط في ايه. طب بيجي السؤال ازاي؟ ممكن يشيل لي حرف الايه في الاختيارات, يعني في الاختيارات بيعمل ايه؟ ممكن بيشيل ابوتل دي ويقول لي اوف ووتر, فانا بحط ابوتل. ممكن يشيل لي الاوف, تمام. ممكن يشيل لي مثلا تركي, يقول لي اسلايس اوف, ونقط واختيارات. فهو اللعب كله في الجزء ده, فعشان كده لازم نحفظ كل وعاء بيتحط فيه ايه. A bottle of water, a bottle of milk, a cup, a can. سنة نمسح دول عشان نشوفهم. A can of lemonade, a slice of beef, slice of turkey, a piece of apple pie. وقلنا كمان تنفع a piece of pizza, a piece of cake, a bowl of chicken soup, a glass of water, a glass of milk, a glass of orange juice, a cup of coffee, a cup of tea, a loaf of bread. كل وعاء لازم نحفظ مع ايه, وهي دي اهم حاجة في الدرس ده. ونعرف ان ال how much, نعرف كمان دي مهمة جدا, ان ال how much دي بتسأل عن الكمية, دي كده بيسأل عن كمية بيجي وراه حاجة ما بتتعدش, وال how many دي بيسأل عن العدد وبتيجي وراه حاجة ينفع اعدها. بس كده, ده الجرامر بتاع اليونت 2 للصف السادس منهج تايم 4. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.